السلام عليكم. احنا اليوم امام واحد الكارثه بيئيه من مخلفات احدى المصانع في بيرامي، في المنطقه الصناعيه ديال بيرامي. صراحه يعني هذا الشيء راه كيحز في النفس، يعني ملي كنلقاو مثلا المصنع ما كيراعيش القوانين المنظمه للتخلص من النفايات وكيتخلص منها يعني في مكان عام وكيحرقها وكيلوت البيئه وكيخنق الساكنه، يعني بدون مراعاه ادنى اعتبار لهاد الناس اللي ساكنين في الجوار ديال الحي الصناعي. يعني راه حشومه وعيب. خصنا الالتفات لهذا المشكل هذا. خصنا السلطات المحليه تقوم بالدور ديالها. خصنا يرتبوا الترتيبه الجزائيه لهذا المصنع اللي ما راعاش وما كيراعيش، يعني ماشي مره واحده ماشي جوج اللي غادي نقولوا مثلا ربما كان خطا غير متعمد او غير مقصود. يعني هذا ولينا احنا دابا في واحد الخانه ديال الخطا المتعمد اللي كيتكرر مرات ومرات. يعني خص المجتمع المدني نوض يهضر على هذا المشكل البيئي اللي كيتكرر مرات. خص الناس ديال المجلس الجماعي يرتبوا يعني ينظموا يعني هاد دفتر التحملات وما لا داكشي اللي على المصنع وما لا. نشوفوا السلطه المحليه انها تقوم بالدور ديالها كما يجب، يعني للحد من هذه الكارثه هذه، لان راه عيب وحشومه. ويعني واخا مثلا كيجيو اليوم بانهم كنشوفهم بانه راه جاو اليوم كينقيو وكيحيدوا دوك المخلفات، كتكرر العمليه مرات ومرات. يعني هذا الشيء راه خصو يتوقف. خصنا نلقاو ليه حد لهاد المشكله. صافا بن رامل، رئيس جمعيه المنارات الايكولوجيه من اجل التنميه والمناخ، خبير بيئي. فيما يخص النفايات التي يعني تنتج عن الانشطه المصانع، فيعني اليوم وفق يعني دراسة الأثار البيئي وأيضا قانون دراسة الأثار البيئي وأيضا قانون التخلص من النفايات الصلبة، هناك يعني مجموعة من يعني الإجراءات التي يجب أن تتخذها الشركات وفق يعني دفتر التحملات التي يكون وفق الأثر البيئي التي يخلفه المصانع والوحدات الصناعية. وهذا دفتر التحملات تكون فيه خطة من أجل أولا يعني الاعتماد على يعني التقليل من النفايات داخل المصنع. ثاني شيء وهو خطة ثانية، وهي خطة التخلص من تلك النفايات بشكل آمن، سواء كانت هذه النفايات مضرة أو لديها آثار سلبية أثناء التواجد ديالها من في المصنع أو النقل ديالها أو في الوسط الطبيعي. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريدة العالم 24.